السلام عليكم المتتبعات والاخوات ديالي. اليوم هاد العشيه بغيت ندير واحد الكاطو، واحد الاقتراح، وبغيت نشارك معكم علاش لا. هاد الحلوه كتجي زوينه وخفيفه، وفي العشيه ديال القهوه ولا مع اتاي ولا الغيج عندك شي حد، ولا حتى في الدار الفطور هما بحال لي شناك. وهي على شكل كاطو غولي. غادي نحتاجو في هاد المقادير، غنحتاجو ربعه ديال الطحين، غنحتاجو 35 غرام ديال السكر يعني جوج معالق كبار، غنحتاج قريصه ديال الملحه وبيضه وحده، 50 غرام ديال الزبده، 80 سنتيلتر ديال الحليب اللي هو دافي، كاس صغير، وخميره معجونه هي معلقه كبيره، واللي ما عندوش غيقدر يحتاج معلقه كبيره من الخميره هذه، غبره ديال الخبز ولا بكيه بحال هذه. وهاد فاني كيبقى بصراحه انا زدتو. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد العجينه. ايوا، وغادي نبدا هاد الخلطه هادي وغادي نكمل معاكم. انا دابا درت الحليب كيسخن ودرت فيه هاد الزبده هادي كدوب، والنواشف كاملين انايا درتهم في لاماشين، يعني الطحين والسكر والملحه والخميره والفاني، كلشي هادشي غنديرو في مره، وغنديرو بيضه، وغندير حتى هاد الحليب اللي معاه الزبده، وغنبدا نعجن في هذاك الخليط وغادي نوريكم. كيف ما كتشوفوا دابا درت السكر والطحين والملحه، غنزيد دابا الخميره. نزيد حتى الفاني، باش كتجي العجينة شوية ملسمة. هاد الفاني غير اقتراح، وصافي اللي بغا يزيدو اللي مبغاش على خاطر. وغنزيد البيضة، بعد ما تعجنات لينا العجينه خاصها تكون هكا بهاد القوام، تكون خفيفه بزاف بزاف. غادي دابا نغطيوها، نخليوها تقريبا شي ساعه المكانه، الجو يكون دافي. وهذيك 200 غرام اللي عندنا ديال داك الفستق ولا ديال الكركاع مطحون ولا ديال اللوز مطحون اللي عندنا، كنخلطوه بشويه ديال الحليب دافي، يعني شي 80 تقريبا، المهم عينك ميزانك. كتخلطيه وشويه ديال السكر وشويه ديال وكتخلطي. غادي نوريكم حتى الطريقه. ودابا هذيك التعميره اللي غنعمرو بها ديك لافارس، انا جبت هاد اللومول هذا، ها هو دهنته بالزبده، وغادي ندير فيه لو بابي. تقدروا ديروا، المهم هاد المول هذا هو اللي كيمشي معايا صراحه، ولا تقدروا ديروا هكاك غولي، المهم الاحسن هذا يكون. وهذا الفستق ديالي اللي هو مطحون، زدت معاه السكر كلاصي شي شويه، والحليب ديالي دافي باش غادي نخلط. هادو هما الحوايج اللي غادي نحتاج لهاديك التعميره ديالو. غادي نبقى نخلط هكا، نبدا نزيد هاد الحليب شويه بشويه، كما يعينكم ميزانكم.
العجينه كنخليوها بشي بلاصه دافيه دابا الحال بارد باش تخمر حتى ساعات المكانه ماشي مشكل، كل ما خمرت كطوع كتجي مزيانه بزاف. كنت شحال هادي ما حطيت شي فيديو لحقاش كان عندي مشكل في الايميل في لادغي جيميل ديالي، كانت بلوكا وما كنتش كنقدر نوصل للقناه ديالي، داكشي علاش ما كنت كنحط حتى شي حاجه. ايوا اليوم عشقت ليا وقلت نصاوب هاد الكيك لينا العشيه باش نشربو قهوه، وقلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. المهم لا تكستور ديال هاد لافارس كتكون على هاد الشكل هادي بحال هكا، وكنخليوها تاهي ترتاح ونتلاقاو من بعد. من بعد ما العجينه ديالي طاعت ولات بحال هكا غادي انا درت لها شويه ديال الطحين باش ما تلصقش، حيت هي خفيفه بزاف، هي نورمالمون ما كتلصقش ولكن انا غير درتها من باب الاحتياط باش ما تلصقش ليا وما تخسرش. كنطلقوها على هذا الشكل هذا طولي ولا شويه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش بيضه بزاف. تقريبا 0.5 مليمتر نشرب بان انا كاكل ملاصقاش، نفسوها شي شويه بحال هكا هذا الشكل هذا. غادي نجيب الخليط ديالي اللي خلطت نسرحو بحال هكا، ما فيها باس نعاونو بيدينا. في الجناب نحاول نفرقو داك الخليط بحال هكا، كيعجبو ينسم هاد الخليط هدا بشوية د القرفة يقدر يزيدها، المهم كل واحد على حسب الطوق ديالو. بلوز بالكركاع كتجي زوينة، تقدرو ديرو بحال لي شناك. غادي نبداو نبرمو بحال هكا، متبرمات غادي نجيب المول ديالي لي دهنتو بالزبدة و درتو الوراق، غادي نحطها تمنى و غادي نخليها تزيد مازال ترتاح. غادي نغطيها هكا
نعاود نختار شي فوطه وغنخليها ترتاح وغنتلاقاو من بعد. من بعد ما الحلوه ديالي الكاطو ديالي خمر وطلع، مهم دهنتها بشويه الحليب ودخلتها للفران على 200 درجه وغنخليها تقريبا حتى طيب، كل واحد على حساب الفران ديالو. نتلاقاو من بعد. الطريقه ديال التزيين كتزينوها باش ما بغيتو. انا درت شويه ديال النوكا، هي درت هنايا دابت باش غادي تخرج. ندير شويه ديال النوكا وشويه ديال اللوز افيله من الوجه، ولا تقدروا المهم تيبقى داك الزواق داكشي اختياري ديالكم. نتلاقاو من بعد. من بعد ما طاب الكيك ديالي ولا الكاطو ديالي ولا شنو ولا شنو غنسميه البغيوش، هو هذا فاش طاب درت النوكا من فوق منه، درت شويه ديال اللوز افيله وشويه ديال السكر كلاصي من الفوق، وكتبقى لكم الاختيار في التزيين. كنتمنى يكون عجبكم ونخليكم على خير، وحسن وصفه ثانيه ان شاء الله. انا قطعت واحد الطريف باش تشوفوا كيف كيجي. دابا مازال شويه سخونه باش هي طيبه، والى اللقاء مره اخرى.